من جهته أكد المقدم طبيب مناف القحطاني عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن البحرين ما زالت من الدول المتصدرة في الكشف عن فيروس كورونا، وأن وضع الحالات القائمة مطمئن ويتم متابعة جميع الحالات وفق أسس ومعايير دولية. بالنسبة للوضع الراهن بكل فخر ما زلنا من الدول المتصدرة في كشف فيروس الكورونا. إلى اليوم وصلنا إلى 20,600 عينة أو مسحة أنفية قام بها فريق متخصص في وزارة الصحة، هي الصحة العامة. معدل الفحوصات احنا نسويها يوميا، بدينا من اول اسبوع من 200 الى 300، وزدنا الطاقه الاستيعابيه الى 800، وبعدين زدناها الى 1200، وصلنا ما شاء الله اليوم الى 2200 تشخيص لحاله الكورونا على مدار 24 ساعه، وهذا يخلينا من ضمن مصاف الدول الاولى في عمليه الكشف عن فيروس الكورونا. من هالكم الهائل اللي احنا نقوم بفحصه، عندنا فقط 183 حالة قائمة موجودة الحين في مستشفيات البحرين، وانا احب اكد تقريبا نسبة 26% فقط تستخدم العلاج الدوائي. سبب وجود الباقي من الحالات في المستشفيات لمعرفة تأثير بعض الحالات اللي ما نبديها على العلاج، فاحنا عندنا اشخاص يحتاجون علاج واشخاص ما يحتاجون علاج، خليناهم معنا في المستشفى لنضمن سلامتهم، واتوقع التجربه الثانيه بتكون هناك طرق وبروتوكولات اخرى. من المجموع الكلي اللي تم فحصهم ما شاء الله عندنا فوق ال 149 حاله متعافاه من فيروس الكورونا. عدد كبير، يعني احنا في اليوم تقريبا يطلع عندنا ما بين 6 الى ساعات 12 شخص من العزل الصحي. طبعا هذه تحت اسس علميه، كل مريض يخرج من المستشفى يعني نتاكد قبل خروجه باربع عينات انها تكون سالبه، احنا نسميها تو سيتس. اما ما يخص اخواننا الموجودين في الحجر الصحي فخرج الى اليوم 250 شخص بعد متعافين فحصناهم قبل خروجهم وكلهم كانت نتيجتهم سالبة، وهذا يطمن الجمهور بأنهم بيكون أقل عرضة لنشر الفيروس. لحد الآن خلال 4 أسابيع من تجربة المملكة البحرين لم تثبت عندنا أي حالة اللي خرجت من العزل الصحي أو من الحجر الصحي أنه كان سبب لنشر فيروس في المجتمع، وهذا طبعا مفروض أن يطمن الناس أن الخطط اللي احنا وضعناها فعلا تحت أسس معايير دولية.